السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف صحه. وصفتنا اليوم عباره على واحد الكيك بالتفاح اللي كيجي هائل، كيجي رائع وكيجي هشيش بزاف حيت فيه النشا، كيجي مخير. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نبداو على بركه الله. حبيباتي عندي في المقادير عندي واحد كاس دانون ديال الفاني، وعندي ثلاثه البيضات، وعندي تقريبا كاس لارود الزيت، كاس نص كاس، وزيد يخور زيدو غير شويه ماشي بزاف، يعني ما كاملاش كاس لارود كما كتشوفوا. وعندي كاس ونص سنيده. غنحط لكم العبار بالغرامات في صندوق الوصف ان شاء الله بالنسبه باش ديروا الميزان. وعندي كاس ديال النشا عامر حتى الفم، وعندي هنا ربعه ديال الفورس 250 غرام، انا غنعبرها لكم بالعنبه. وعندي واحد جوج خمارات، وعندي فاني، وعندي جوج تفاحات. نص تفاحه غنديروا هنا، وتفاحه ونص غادي نزين بهم الكيكه ان شاء الله. نبداو اول حاجه البيض، غنطلعوه مزيان مع سنيده شويه الملحه. شويه الملحه نطلعو مزيان داك البيض كيتضاعف الحجم ديالو. غادي نزيد الزيت اللي قلت لكم، هذاك دانون الفاني وفانيا وحده. غادي نزيد داك النشا شويه، نقص من الباطو حيت النشا كيطير. هو هاد النشا كيجي به الشيشة بزاف، كيجي به بنينة. غادي ندير دابا الطحين، نعبر هاد هاد 250 غرام كاس العنبة. كما قلت لكم بالنسبة للعبار بالغرام انا غنحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. ضروري ما تغربلو باش تجيكم الكيكه خفيفه، ما ديروش الفورس بلا تغربي، ولا كان امكن كاع تغربلو جوج خطرات، قد ما تغرب الفورس قد ما كيجي الكيكه خفيفه بزاف. قلت لكم كاس، الكاس الثاني انا راه مني بديت في الكيكه حبيباتي راه نشعلت الفران، ضروري الفران يكون سخون باش حتى هو كيساعد في الكيكه باش تجي مزيانه. تقريبا جوج ونص، لان ديك الكيكه اللي عطيتكم، ديك الكيكه الاقتصاديه اللي عطيتكم، هذيك راه كتنجح 100%، انا ما كتخسرش عندي. وماشي غير انا، دخلوا للتعليقات وغتلقاو الاخوات صايبوها ولاحوها عندي في الواتساب، راه صدقات لهم زوينه. المهم هذيك راه ما كتجيش ثقيله، كتجي خفيفه. الا شفتوا ديروا ثلاثه الكيسان ديال الفورس، الا شفتوا ثلاثه الكيسان ديال الفورس والعجينه مطلوقه هي هذيك، ما جارياش وما ثقيلاش، صافي حبسوا، ما تزيدوش داك الكاس لاروب. شفتوها باقا جاريه بزاف، زيدوا شويه. المهم بقاو ديروا الفورس على حسب عينكم ميزانكم. ديما الطحين ما تقيدوش بالمقدار ديال الطحين، انا راه كندير الطحين عيني ميزاني، راه كنعبر دابا غير قبل باش نعطيكم العبار، اما انا راه ما كنعبرش الطحين. دابا غنطلع هاد، انا غادي نضرب هاد الفورس مزيان، وغندير جوج خمارات، وغادي نقطع واحد نص تفاحه غنديرها هنا لداخل، وتفاحه ونص غنذوق بها. دابا صافي، هادي حيت ديال التفاح ما كتكونش خفيفه، كتكون شي شويه ثقيله. ديروا جوج ونص، هي 250 غرام. ندير الخمارة ونطلع شوية، بارك عليها. نجيب واحد الموز دابا، غادي نقطع واحد التفاح. كما كتشوفوا حبيباتي انا راه قشرت نص تفاحه وخليت تفاحه ونص، خلط هكا كيما قلت لكم.
حبيباتي انا راه الوصفه الا ما نجحتليش والله ما نحطها، ولا ما كنتش كنديرها في الدار وما صدقاليش والله ما نحطها، لان انا ما غنبغيش المضره الواحد يجيب المقادير ويخسرهم وتخسر ليه الحاجه. صافي انا غندهن هذا المول بالزبده وغنرشه بالطحين، اي مول عندكم استعملوه يكون دائري ماشي بالشرط هذا اللي كيكون هكا. غادي نديرها طيب ونتلاقى معكم مورا ما طيب ان شاء الله. راه نسيت اخواتي ما قلت لكم راني غنزوقها، غادي نزوقها بالتفاح عفوا قبل ما ندخلها، ملي غتقرب طيب غندير لها ان شاء الله واحد السيرو كيجي زوين في معلقه النشا باش نسقيوها. هي هذه الصراحه كتجي رطبه وكتجي زوينه مع داك النشا اللي فيها، وكتجي كبيره راه هذا المول راه كبير، ما ديروش مول صغير تجيكم معجنه ثاني ولا راه تبغي شويه تيسع. قدوها هي الكيكه الاقتصاديه راه ما كتجيش هكا ثقيله، راه كتجي خفيفه، هذه كتجي ثقيله الا جاتنا خفيفه هذه غتهبط لكم التفاح لتحت. صافي غادي نبداو نزينو دابا اخوات تبارك الله كل مره يعرفوا يزينوا. صافي انا غنبقى غدا هكا، نبقى غدا هكا تكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. حبيباتي الكيكه ديال التفاح كتجي زوينه. دابا غندوزو واحد لاصوص باش غنسقيها. عندي هنا 8 غرام ديال النشا، انا غنعبرها لكم بالمعلقه تقريبا معلقه، شفتوا معلقه كبيره ديال النشا، معاها واحد ربع كاس ديال السنيده، ومعاها كاس ما عمرش لكم ديال الماء. اللي بغات دير الليمون دير الليمون، انا غنعطيكم غير الساهله اللي كاينه في الدار. دابا غنحركها مزيان حتى ندوب ديك النشا، وغادي نردها على البوطو وغنبقى نحرك حتى يتقال شويه ونحيدو. كما كتشوفوا حبيباتي ها هي تقالت، غادي نبدا نخوي بشويه بشويه هكا، ولا النافاج ولا، ولكن زوين تيجيبها حتى صوت يخليها كيخليها تجي الشيشه. انا غندير الشيشه هكا كاع. صافي انا نخليها واحد شويه نشوف باش نقطعها لكم من الداخل تشوفوها كيف هادشي. وحبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بالتفاح، كيجي زوين. وكما قلت لكم حبيباتي ديما ديما كنقول لكم انا غنفتحها قدامكم هنا باش المزر خليتها باقي ما نشفش على داك، خليو حتى ينشف مزيان داك المايزينا اللي درنا هي باش نوريكم من الداخل راه ما معجنه ما والو. شوفوا حبيباتي دوك الطريفات ديال التفاح كيجيو، شوفوا كيف هذا الشيء راه ما نقولش لكم كتجي هشيشه بزاف بزاف بزاف، وكتجي اكثر من رائعه. وكما قلت لكم حبيباتي انا راه مازال عندي بزاف ديال لي كيك بالقهوه بشي كيك عندي زوين، وان شاء الله غنحط لكم جدول الاسبوع الماجي. وكنتمنى الحلقه ديال اليوم تعجبكم كما العاده، الا عجبتكم ما تنساوش من التعاليق الحلوه الزوينه الرائعه ديالكم، واللي ما اشتركش يشترك. وخليت لكم الراحه وفي امان الله.